ما يروج له وينشر من رسالة مكتوبة ومن مقطع ينشر من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجاب على 46 سؤالا من أسئلة الرهبان لما دخلوا على أبي بكر وقد أتوا من الشام، فسلموا عليه وقالوا عندنا هذه الأسئلة فإن أجبتم آمنا لأنها موجودة في كتبنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه سل ما شئت. فسأله هذه الأسئلة، فقال أبو بكر يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هل سمعتم ما قال الراهب؟ فقالوا نعم. فقال أبو بكر في مثل هذا وأمثاله يحتاج إلى حضور علي بن أبي طالب. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. فبعث سلمان إلى علي، فأتى سلمان إلى علي، فقال علي قبل أن يتحدث سلمان ألا يكون حضر الراهب والرهبان معه؟ قال سلمان نعم. وما أدراك؟ قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحضورهم في مثل هذا اليوم. فلما قدم علي قال للراهب أنت شرخجيل ابن شرخيل الشام، فبهت الراهب وقال من أخبرك؟ فقال أخبرني باسمك ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الراهب ألا تكون أنت الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين في غزوة بدر وحنين؟ قال علي رضي الله عنه نعم. هم في هذه الرسالة يقولون الإمام علي ويقولون صلى الله عليه وآله وسلم ولا يذكرون الصحابة. فقال الراهب اعلم يا فتى أننا وجدنا في كتبنا مسائل لا يشرحها إلا ابن عم نبي. فقال علي رضي الله عنه سل. أولا هذه تروج في مقطع بين أهل السنة وفي رسائل مكتوبة، فيجب الحذر منها، ولذا علاماتها تدل على أنها من جمع وتلفيق وكذب الرافضة لما يأتي من هذه الأمور، منها أنهم يصفونه بالإمام، منها أنهم بيّنوا في هذه الرسالة عجز وجهل أبي بكر وبقية الصحابة حتى يثبتوا العلم في علي رضي الله عنه وأنه هو الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنهم استدلوا أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه. هذا الحديث عند الحاكم وغيره، لكنه حديث كذب موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. آفته أبو الصلت عبد السلام ابن صالح، ولذلك اتهم بأنه رافضي، وقد استوفى الحديث عنه الذهبي رحمه الله وغيره من علماء المسلمين، ولذا لا يغتر بكلام ابن معين في بعض ما ينقل عنه، فأكثر الروايات عن ابن معين تميل إلى تضعيف الحديث، علما أن بقية الأئمة يرون نكارته وضعفه. ولذلك زاد بعضهم في حديث أنس وحلقتها من حلقة الباب معاوية، وهذا لا شك أنه ضعيف ومنكر، فمعاوية رضي الله عنه فضله معروف عند أهل السنة ومعروف في السنة، وكذلك ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه بإسناد منكر جدا، وأبو بكر وعمر وعثمان سورها وعلي بابها فلا يصح، ولذلك فهو حديث موضوع مختلق. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، قال رحمه الله ولهذا إنما يعد في الموضوعات، ثم قال فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد فهذا سد لأمر الإسلام، ولهذا اتفق كما قال رحمه الله اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا. ثم قال فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين، فعلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحا وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام إذ لم يبلغه إلا واحد. ثم قال هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علي، ولذلك قال غالب علمه بالكوفة فقط. قال ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن علي.
ولذلك قال رحمه الله: ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين. قال: ولما قدم علي رضي الله عنه الكوفة كان شريح فيها قاضيا، فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة. ثم نقل كلام ابن حزم: واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم علما، قال: وهذا كذب. فالشاهد من هذا بطلان هذا الحديث. أيضا مما يوهن هذه الرسالة أنه قال: والعلم ألف باب وأنا أعلمها وكل باب يفتح ألف باب. ومما يدل على بطلانها أنه أخبرهم بأشياء من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ومما يدل على بطلانها أنهم سألوا أسئلة لا يمكن أن تثبت إلا بدليل شرعي صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمدة رضاع موسى واليوم الذي كلم الله فيه موسى. ومما يوضح بطلانها أنهم سألوه: ماذا يقول الكلب في نباحه؟ فقال: يقول: اللهم إني محروم وأنت رحم فارحم من يرحمني. وماذا يقول الحمار في نهيقه والبعير في رغائه والبقر في خواره والفرس في صهيله والضفدع في نقيقه والديك في صياحه والدجاج في صراخه؟ وذكر مثلا: يا غافلين، يقول الديك في صياح يا غافلين اذكروا الله. هذا مما يوهن ويدل على نكارة هذه القصة. وأيضا مما يدل على نكارتها أنهم سألوه عن 24 طائفة من الرجال والنساء مسخوا، ذكر منها الفيل والأرنب والدب والعقرب والخنفساء إلى آخره مما ذكروه. وليعلم أنه لم يثبت تحديد أن هذه الحيوانات مسخت، ذكر بعضها في السنة الصحيحة من أن هناك من مسخ قردة وخنازير، وأيضا ذكر سبب مسخهم وهذا لا دليل عليه. ثم مع هذا كله فالسنة جاءت كما في صحيح مسلم أن الله لم يجعل لمسخ النسل، لم يبقي نسلا لأي مسخ مسخه الله عز وجل. فدل هذا على بطلان هذه القصة وعلى نكرتها، فيجب الحذر من بث سموم وأفكار ومعتقدات المبتدعة من الرافضة والصوفية ونحو هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.